أخبار مغربية وعالمية، معلومات غريبة وعجيبة، كل هذا تجدونه على قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة. القضاء الأمريكي يوقف بيع حذاء نايك الشيطان الذي يحتوي نقطة من الدم البشري. تلقى مصنوع أحذية رياضية شيطانية أنجزوها مع مغني الراب ناس إكس، ويقولون إننا على تحوي نقطة من الدم البشري، أمرا بوقف تسليم هذه المنتجات إثر دعوى رفعتها نايكي. المصنعون دافعوا عن أحذيتهم استنادا لحرية الإبداع والتعبير. أمر القضاء الأمريكي بتعليق تسليم منتجات أحذية رياضية شيطانية صنعتها شركة MSCHF المعروفة بصنعها منتجات بكميات محدودة وطرحها للبيع عبر الأنترنت في مواعيد محددة. وجاء قرار القضاء الفيدرالي الأمريكي بعد رفع دعوى من قبل شركة نايك الأمريكية العملاقة في مجال الألبسة والإكسسوارات الرياضية، وتتهم نايكي الشركة التي تتخذ مقرا لها في بروكلين بتقليد علامتها التجارية والإضرار بها.